الأهلي النهارده أعلن خلاص رحيل مودست وتوجيه الشكر له كواليس هذا الأمر كواليس, كواليس طبعا يعني محسومه يمكن يعني آه. في سعاده شديده من جمهور النادي الاهلي برحيل مودست حلو. آه عايز اقول لك ان مفصل كولر في اجتماعه الاخير مع كابتن محمود الخطيب قبل ما يسافر رحلته العلاجيه للخارج طلب زي ما انت قلت ان مودست يكمل نهايه الموسم ولكن اداره النادي الاهلي آه اتكلمت في حته الجزء المالي آه. ان ده مش هيبقى متوافق خاصه ان الراجل ما قدمش يعني ما قدمش حاجه تخليني انا كنادي اطلع بقى الشهرين الجايين اللي هو الراتب بتاع اللعيب نفسه اللي هو الراتب الشهري حلو كان هياخد اللي هو الشهرين راتب الشهر بتاعه الشهرين بتوعه بالاضافه طبعا لمكافاه راتب الشهرين اللي هما كام؟ لا ما عنديش معلومه في الرقم تحديدا لكن هو راتبه السنوي كله مليون و ألف دولار زمان الشهرين تقريبا حوالي وستين ألف دولار بالظبط ألف دولار يعني بنتكلم في حوالي 12 و13 مليون مثلا يعني عشان يكمل مع عشان يكمل عشان مارسيل كولر يبقى مبسوط ان موديست طيب مارسيل كولر كان شايف ايه في موديست؟ احنا مش شايفينه هو كان عنده قناعات فنيه هو مد... حلو قناعاته احترم بس انا يعني انا دايما اقول ايه ان المدرب هو اللي بيبقى عنده قناعات كبير. مش لازم الناس تر... لحد المؤتمر الاخير بتاع فاركو قال لك اصبروا على... على مودست. ليه امتى ما هو خلاص يا راجل كده كده كان ماشي بس التصريح كان غريب جدا آه. قال لك اصبروا على موديست موديست لسه جاي مودست لسه هيقدم والراجل آه. اصلا ماشي عقده خلاص ومتبلغ رسمي واللاعب نفسه مبلغ لعيبه زملائه في الفريق انه هيمشي بالعكس في بعض لعيبه في الاهلي بداوا يتكلموا انت هتعمل ايه كمان فتره الجايه معلوماتك هل مودست ما كانش واخد على الاجواء مش مرتاح ما تاقلمش ما تاقلمش ولو قعد كمان سنه مش هتاقلم ان هو بعيد هو جاي من حته بعيد قوي قوي عننا بالاضافه لعامل السن بالظبط عامل السن, السن ده مهم جدا عشان عامل السن ان هو لسه يتعلم او لسه يتاقلم آه انا انا عامل السن دي بالنسبه لي كنت بتكلم في القصه دي امبارح 35 سنه في اوروبا وانت جاي من دوري كبير دوري الماني وتنزل للدوري المصري فخمس وثلاثين سنه دي عادي في اوروبا انت تختلف من لعيب لعيب يعني مالودا فاكر مالودا لما جينا آه. مع دجله مالودا كسر الدنيا صح تختلف من لعيب لعيب مع ان ده فرنسا وده فرنسا اعتقد آه. كمان لو كان بقاله فتره مش بيلعب ف فبرضه طبعا. طبعا مش بيشارك طبعا. بشكل دائم آه. بس على الاقل برضه ال 10 دقائق في دورتموند بينافس على الدوري الالماني مهمين وفي نقطه آه. كمان التدريب انت في دورتموند عشان حته العرضيات او الكورسات انت بتحطه في نص ال 18 ده ما اتعملش يعني حتى الدوبل انت كنت ولما كان بتجيله ما كانتش بتيجي انت نسبه التهديد بتاعته ضعيفه جدا انت بتتكلم الراجل بقاله 10 شهور بسجل خمسة اهداف نادي الاهلي بقى من جوه عشان في ناس تقول لك والله اللوم على الاهلي اللي جاب مودست هل هم حاسين ان في لوم عليهم هل في لوم على حد معين انه جاب مودست ولا كان مودست ده مهاجم آه لك على حاجه اصل هي مش اول مره دلوقتي تجيب لعيب اجنبي ولم آه. يوفق آه. لان ده حصل مثلا مع ولتا بوليا برونو في الاخر كمان برونو سافيو كمان جبته ولويس ميكسوني جبته طبعا. مفيش حد نور مثلا غير اليو ديانج بيرستاو آه. علي معلول في الفتره اللي كان موجود فيها فده بقى وضع طبيعي ان انت تجيب لعيب اجنبي وما ينجحش صحيح بقى يعني هو بقى الاستثناء ان انت تجيب لعيب وينجح زي ما حصل مع معلول زي ما حصل مثلا مع اليو ديانج زي ما طب. حصل مع بيستاو في بعض الفترات لان يعني برضه بيستاو ما بيداكش الموسم بالكامل صحيح